اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي الزراعة، قناة زراعة بسيطة. في البداية نتمنى دعم حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة مع بعض محبي فاكهة غالية جدا، مفيدة جدا، نقدر نزرعها بسهولة جدا، وهي فاكهة التنين زي ما بيتقال عليها في مصر، أو الدراجون فروت. زراعتها سهلة جدا. هنجيب العولة، يفضل من تحت يفضل حوالي 5 سنتي كده بيتم قشرها عشان ما يحصلش عفن من الورق نفسه وبالتالي تبوظ. زي ما انتوا شايفين نعملها بالطريقة دي بالظبط، هيبقى نجاحها 100% بدون اي هرمون تجذير وبدون اي استخدام اي شيء اخر غير هو التربة بس. لو عايز الدراجون فروت يشتغل معاك بسرعة، أهم حاجة رقم واحد هو السماد البلدي، سماد عضو متحلل، فضل سبلة دواجن، سبلة حمام، رأس الحيوانات. الحاجات دي أهم حاجة تكون متحللة، هتشتغل معانا ما شاء الله وإن شاء الله بسرعة جدا. الري بقى باستمرار، الري كل طالما هنزرعها في السيسي يبقى كل 4 أيام زي ما انتوا شايفين. ده بعد حوالي 3 أسابيع ما شاء الله اشتغلت معانا اهي. والطلب العقل يعني اسعارها ان شاء الله متميزة، ولو انت مبتدئ ممكن اديها لك برضو مجانا. تواصل بس معايا عن طريق التعليقات وان شاء الله هبعت لك رقم ونتواصل سوا. ده الجذور بتاعتها اهي، حاليا بيتزرع في مصر من فدادين. الثمار بتاعتها بتنتج في من اول شهر 6 لحد شهر 10، ده موسم الثمار بتاعتها. لو محتاجين اي معلومات عنها ان شاء الله افيدكم باذن الله على قد ما اقدر. ده الجذور بتاعتها، نرجع نحطها تاني في التربة. وما شاء الله الدراجون اول حاجة بينتج الجذور بتبقى قوية جدا، فعشان كده يعتبر اسهل زرعة ممكن نزرعها هي الدراجون فروت. شكرا لمتابعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.